اليوم هذا اليوم خصص من طرف الغرفة لكل المتعاملين الاقتصاديين باش يتم شرح أهم هذه الأشياء، ومن يقدم هذا الشرح هم خبراء من الجمارك، من إدارة الضرائب، من إدارة الميزانية، من إدارة التجارة، ومن البنك المركزي. وبالتالي شرح هذه الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون في قانون المالية 2023 هي فرصة سانحة من طرف الغرفة بالتنسيق مع إخواننا في وزارة المالية أن نشرح أهم الإجراءات اللي جاء بها القانون للمتعاملين الاقتصاديين. الآن المشروع أصبح قانون، بدأ تطبيقه ابتداء من جونفي. من اللازم على الغرفة أن تقوم بهذه الإجراءات، تدخل في إطار الشرح، في إطار تقديم أهم الإجراءات، هكذا على الأقل يكون المتعامل الاقتصادي على بينة من أمره في مختلف الإجراءات اللي جاء بها قانون المالية 23. كلكم تعرفوا بأن هذا القانون جاء من أجل ترسيخ ما تقوم به الحكومة من مجهودات في ترسيخ النمو الاقتصادي، وبالتالي جاء بعد حزمة من القوانين اللي قامت بها الحكومة، سواء قانون الاستثمار ومختلف الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مختلف الميادين. إذن هي فرصة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أن يتواجدوا في إطار نشاط الغرفة مع زملائهم وإخوانهم من مختلف الإدارات، سواء إدارة جبائية أو إدارة جمركية أو إدارة تجارية أو حتى البنك المركزي، باش نشرحوا لهم، باش الخبراء في هذه يشرحوا لإخوانهم المتعاملين الاقتصاديين أهم الإجراءات اللي جا بها قانون.